تحية طيبة وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحد أول ورشة عربية متخصصة في الجيميفيكيشن مع الدكتور أحمد مرسي من فريق إيمرج أفريقيا. يطيب لي أن أنا أهدي لكم أسمى التحيات. إحنا الدكتور أحمد مرسي هو اللي هيقود معانا الورشة الحالية. الدكتور أحمد مرسي هو أستاذ مساعد ومستشار ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية. دكتور أحمد مرسي حصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم عام 2014، وبعدها انتقل إلى جامعة ديوسبيرغ إيسن بألمانيا للعمل بمعمل أبحاث التعلم عام 2015 كباحث زائر، ثم انتقل للعمل في جامعة الأمم المتحدة كمستشار لأحد المشروعات البحثية في قطاع التعليم عن بعد. الدكتور أحمد عمل لمدة 13 سنة كمدير لمركز التطوير في التنافسي كمدير لتطوير المحتوى الإلكتروني في المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، كما إن هو عمل خبير ومستشار في العديد من مشاريع اليونسكو، وقد شارك وأدار الكثير من المشروعات الوطنية والدولية المرموقة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم في الأمم المتحدة والتنبس والإيراسموس. حاليا يعمل في تصميم وتطوير التعليم الألعاب التعليمية لأكثر من 5 سنوات. حصل على 3 جوائز لتطوير الألعاب التعليمية المبتكرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اليسكو، وحصل كذلك على جائزة من أكاديمية البحث العلمي وجائزة الحلول المبتكرة في اليوم العالمي للغة العربية. حاليا هنترك الدكتور أحمد مرسي معانا في الورشة. أهلا بك يا دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور محمد، وشكرا لفريق إيمرج أفريقيا على الدعوة لتقديم الورشة. وطبعا أهلا بسادة الحضور، وإن شاء الله تكون المحاضرة النهاردة تكون محاضرة مفيدة بإذن الله، خاصة وإحنا بنتكلم على واحد من يمكن أهم الموضوعات في مجال التعليم دلوقتي، موضوع الجيميفيكيشن. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، الجيميفيكيشن بيتم تطبيقها في أماكن كتير، في قطاعات كتير، سواء كان البيزنس أو القطاع التعليمي، قطاع التسويق، في أكتر من قطاع. لكن حاليا احنا هنركز بشكل كبير جدا على تطبيقاته في مجال التعليم. وهنتكلم الحقيقة، هيكون عندنا أبروتش معين، هو إن احنا هنتناقش حول المفاهيم التربوية المتعلقة بالجيميفيكيشن، لأن أنا خلال الفترة اللي فاتت وصلني عدد كبير جدا من الأسئلة اللي بتدور حول عملية البحث العلمي وطريقة تطبيق الجيميفيكيشن، ازاي احط البوينتس. والحقيقة الأسئلة كلها لما حللتها لقيتها ان هي بترجع، يعني نقدر نرجعها الى نقطة مهمة جدا، هي ان احنا كتربويين او كمصممين تعليميين لازم نكون على علم بمفهوم الجيميفيكيشن من وجهة نظر التعليم. انا قبل ما ابدا، بس انا ما اعرفش هل التول اللي معانا بتدينا امكانيه ان انا لو سالت سؤال يظهر ردود او اجابات او ما شابه ولا لا؟ أتوجه لك دكتور محمد، دكتور أحمد، إن أيوه في شات روم معانا، أنت حضرتك مجرد ما بتسأل أسئلة، الشات موجود عند الحضور جميعا بحيث إن كل واحد ممكن يشارك بالإجابة لو عايز. طيب جميل. طيب خلوني مبدئيا اسال سؤال اولاني كده، في كم واحد من اللي موجود؟ ألو؟ يعني ألو؟ في كم واحد؟ الو، ايوه. السؤال الاولاني، في كم واحد موجود ليه علاقه بريسيرش بشكل كبير؟ سامعيني كده؟ اه طيب تمام تمام. تمام تمام يا فندم. فيا ريت لو حتى بس اكتبوا لي في الشات مثلا يس او اي اشاره حتى، يعني عشان ما نكتبش كتير، بس عشان ابقى عارف في كام شخص ليه علاقه بريسيرش موجود معايا النهارده في موضوع الجيميفيكيشن. طيب خليني، انا تقريبا في مشكله موجوده، انا مش شايف الشات او مش شايف ردود حضراتكم.
لكن خليني ابدا على طول. احنا مش عارف المشكله ايه. اتفضل. في التاسك بار في حاجه اسمها التشات، لو ضغطت عليها هتفتح لك كل قائمه التشات الخاصه بالناس كلها. شات هو مش حضرتك لقيتها في البارتيسيبنتس ولا في جنب البارتيسيبنتس؟ في شير وفي تشات، بس هي مش ظاهره عندي، فانا مش عارف المشكله فين. طب خلاص مش مشكله يعني. طيب تسمح لي ان انا اكون مع حضرتك، ان انا اقول لك ان عدد الافراد اللي قالوا ايوه في عندهم ريسيرش متخصص في الجيميفيكيشن 3 افراد لغايه دلوقتي. طيب جميل. في كم مصمم تعليمي او شخص يعني حضر المحاضره دي علشان يطور لعبه عنده او يعمل او شغال في شركه مثلا، فمطلوب منه ان هو ديزاين يطبق الجيميفيكيشن في اي موقف تعليمي؟ السلام عليكم. انا برضو. طيب تمام ممتاز. طيب هو احنا هنحتاج نكتب يعني نخلي الردود على الشات زي ما انا فهمت من دكتور محمد علشان ننظم العمليه. ف اول بس ما يظهر اي رقم دكتور محمد عرفني. تمام يا فندم. تمام. على فكره لقيت الشات خلص. شكرا جزيلا. نعم أفرق. شكرا جزيلا. طيب تمام ممتاز. طيب كويس. يعني احنا تقريبا احنا في عدد كبير جدا اعتقد ان هو شغال في مجال التصميم التعليمي. كويس. طيب خلاص خلينا نبدا المحاضره. طيب خليني اقول لكم على حاجه مهمه جدا. خلال الفتره اللي فاتت اثناء شغلي في مجال الجيميفيكيشن انا بدات تقريبا زي ما معظمكم بدا، تأثر بالمفهوم، سمع محاضرة بتشجع عن موضوع الجيميفيكيشن، فقال خلاص يعني خلينا نبدأ واشتغل في الجيميفيكيشن، وبدأت أعمل أول لعبة تعليمية على الموبايل. والحقيقة أنا قرأت كتب، اتفرجت على فيديوهات، وأول ما بدأت الشغل وعملت الجيم الاولانيه كنت بطبق فيه عدد كبير جدا من الحاجات اللي اتعلمتها، زي مثلا البوينتس، فبقيت احط بوينتس، لقيتهم مثلا بيحط ليفلز، بقيت احط ليفلز، لقيتهم بيتكلموا عن حاجات كتير وبيقولوا ان هي دي بتخلي الموقف التعليمي جيم لايك، يعني شبه اللعبه، بحيث ان احنا نساعد على تحفيز الطلاب وما الى ذلك. والحقيقه عملت نفس الكلام اللي اتقال، اللي قريته في الكتب واللي قريته واللي سمعته في الفيديوهات. وبعد ما اطلقت اول تطبيق ليا بعد تعب رهيب، يعني اكتشفت ان عدد الداونلود 3 بس. والحقيقه ان كان من المفارقات ان الثلاثة دول كانت زوجتي وكانت اختي، بس ما كنتش عارف مين الثالث. وفي الاخر اكتشفت ان الثالث ده انا بس من جهاز تاني. الحقيقه الاسامبشنز اللي بنبقى حاطينها في البدايه او لما بنيجي نطبق شيء من غير ما يكون عندنا الاسس النظريه بتاعته، انا مش هتكلم على فكره، مش هتكلم على الاسس النظريه خلال المحاضره، انا بس اول تقريبا 3 4 سلايدز هحاول احط مجموعه من المفاهيم اللي تساعدنا ان احنا نكون فاهمين احنا بنعمل ايه بالظبط، يعني ايه هو الجيميفيكيشن وليه بنستخدمه في التعليم تحديدا يعني. فالحقيقه التجربه، مش هقول التجربه السيئه، ولكن هقول التجربه في حد ذاتها اللي تمت في بدايه عملي في مجال الجيميفيكيشن، علمتني حاجات كتير جدا. علمتني دروس، اولها ان الموضوع مش موضوع نظري بحت، نمره 2 ان الموضوع محتاج ان انا ابص على اكتر من حاجه في نفس الوقت، ما هياش مجرد شويه بوينتس مع شويه بادجات بتتحط او ادي تعزيز وخلاص. اتعلمت ان لازم يكون في هدف معين للعبه او للموقف التعليمي اللي محتاج ان الجيميفيكيشن يشتغل عليه. طيب خلينا اول ما نبدا، دي عناصر المحاضرة بتاعتنا، ونبدأ بالنقطة الأولى هي كيف يتعلم الإنسان. خليني أقول لكم إن ده واحد من أهم الأسئلة إذا كنت شغال في البحث العلمي، إذا كنت شغال في التصميم التعليمي، إذا كنت instructional designer أو game designer، لازم يكون عندك إجابة عن هذا السؤال، كيف يتعلم الإنسان؟ والحقيقة أنا في كل محاضراتي سواء كانت في مصر أو بره مصر أو حتى ورش عمل أو حتى إيفنتس دايما أقول الموضوع ده.
إذا عرفنا كيف يتعلم الإنسان هنقدر نصمم الموقف التعليمي الصحيح. وما ننساش إن الجيميفيكيشن لما بنطبقها في الموقف التعليمي فإحنا في الأول وفي الآخر هو موقف تعليمي ومحتاجينه يطلع بالطريقة الصحيحة. ولما أقول الموقف التعليمي يحصل بالطريقة الصحيحة معناها إن الهدف تتحقق، ولما أقول الهدف تتحقق معناها إن التعلم يحدث عند الطالب اللي عندي. والحقيقة علشان نعرف كيف يتعلم الإنسان، طيب خليني كده أسألكوا سؤال سريع كده، ممكن تقولوا لي كيف يتعلم الإنسان يعني مدة دقيقة واحدة فقط؟ يعني يعني السؤال بطريقة أخرى، يتعلم الإنسان بسبب الحاجة، تمام، بالتجربة، بالتغذية الراجعة، ممتاز، التجربة، طيب. خليني أقول لكم على حاجة، طبعاً الإجابات كلها إجابات صحيحة ولكن الموضوع أكبر من كده بشوية صغيرة. يعني هو طبعاً عشان نجيب عن هذا السؤال إحنا هيكون عندنا بالعمل يعني بالتطبيق، بتشغيل جميع الحواس، ممتاز. طيب هو معلش، هو السؤال الأهم، إحنا الكلام اللي إحنا بنقوله ده إحنا جبناه منين؟ يعني إحنا إيه اللي عرفنا إن الإنسان بيتعلم بالحاجة مثلا، أو بيتعلم بالممارسة، أو بالمحاولة والخطأ، أو عن طريق استخدام حواسه؟ يعني إيه اللي خلانا نصل إلى هذه النتيجة؟ يعني إحنا عرفنا الكلام ده منين؟ ممتاز جدا، إكسبيريا زيتو، ممتاز، نظريات التعلم، حلو جدا، نظريات التعليم والتعلم، ممتاز. طيب خلينا نستمر في البرزنتيشن، وخلينا اقول لكم الكلام اللي انا بقوله ده، معلش انا بس بحتاج كل شويه ان انا ارفع المكان الشات علشان بيبقى مغطي على التكست عندي. طبعا اولا لازم نكون عارفين يعني ايه كلمه تعلم، وطبعا دي سهل نقدر نعرفها، وهي باختصار شديد هو عمليه التغير في السلوك. في ناس بتقول التغير بصفه عامه، يعني بصفه عامه، وفي ناس بتقول التغير الدائم. وبالتالي اي عمليه تعلم بتحصل، وهنعكس الكلام ده كمان شويه على الجيميفيكيشن بالظبط، يعني على الجيميفيكيشن بشكل كبير، لازم يكون في تغيير في السلوك. يعني بمعنى ان انا لو سمحت، لو انا عملت جيم تعليميه، ازاي اقدر اقول ان الجيم التعليميه دي نجحت ولا لا؟ الاجابه باختصار شديد هي هل حدث التعلم او هل حققت الهدف اللي موجود منه. الحقيقه في وجهات نظر يعني بنسميها يعني اكستريم، يعني حاجه كده شويه يعني خلينا نقول عليها يعني اكستريم شديده، يعني بتقول ان والله ان اي موقف تعليمي هيحصل لازم يكون في تغيير في السلوك في النهايه. وفي ناس قالت لا والله انا لو كان الهدف من عندي ان انا ازود الدافعيه، فاذا الدافعيه اتحققت يبقى انا حققت الهدف. يرجع الاولاني يرد عليه ويقول له لا، أنا ما بزودش الدفعية من باب الدفعية، أنا بزود الدفعية علشان أحقق هدف هيرتبط بشكل كبير جدا بتغير في السلوك. وبعد كده ظهرت أو مش ظهرت، في عندنا مجموعة كبيرة يمكن من الثلاثينات والأربعينيات نظريات ونماذج، يعني نماذج ونظريات للتعليم والتعلم، زي المدرسة السلوكية ونظرياتها، زي الاشتراط والاقتران وغيره. وأعتقد كل واحد درس فيكو في التربية أو حتى أخذ دبلوم في التربية أكيد بيكون درس الكلام ده كله، وأنا عارف ومتأكد أن الكلام بيتم دراسته أو تدريسه بطريقة غير صحيحة. يعني بمعنى أن أنا بتكلم على معلومات وحاجات بتبقى شوية صعبة وتقيلة. لكن في النظرية السلوكية اللي احنا ممكن واحنا بندرسها في الجامعة أو بندرسها حتى مع نفسنا، لما نيجي نقارنها بنظرية زي النظرية البنائية نقول لا، يعني النظرية البنائية أفضل، وبالتالي النظرية السلوكية فيها شوية مشاكل يعني. لكن لما تيجي تطبق الجيميفيكيشن هتلاقي ان في حاجات كتير جدا 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 من المدرسة السلوكية مربوطة عندنا في الجيميفيكيشن بشكل كبير قوي.
يعني هتلاقي ان في جزء كبير من الجيميفيكيشن بيتكلم على السلوك. وعندنا طبعا المدرسه المعرفيه ونظرياتها زي الجستلت والتعلم القائم على المعنى وما الى ذلك. نظريات كتير هنلاقي منها اجزاء متطبقه في الجيميفيكيشن، حتى المدرسه البنائيه هنلاقيها متطبقه في الجيميفيكيشن. وانا هتكلم هعمل اسقاطات على الكلام ده عشان ابين لكم قد ايه ان الجيميفيكيشن ما هوش حاجه جايه من الفضاء، هي مجرد حاجه جمعت مجموعه من المفاهيم والمبادئ والنظريات اللي احنا شغالين بيها بس حطيتها في اطار صحيح. والغرض اللي انا بتكلم فيه النهارده مش بس عشان اقول لك ان نظريات التعليم والتعلم دي حاجه كويسه وخلينا نبقى نذكرها، لا، علشان اقول لك ان هناك العديد من الاجابات لا يمكن ان تحصل عليها بمجرد اتقان موضوع الجيميفيكيشن منفردا. يعني مثلا الجيميفيكيشن بتقول لك استخدم عناصر اللعبه، طب استخدم انهي عنصر، طب استخدم كم واحد، طب استخدمهم امتى. اللي هيجيب عن هذه الاسئله هي التطبيقات التربويه اللي موجوده في النظريات. بعد كده عندنا حاجات كتير جدا زي استراتيجيات التعليم والتعلم، زي استراتيجيات مثلا التدريس الفعال، استراتيجيات الفهم، استراتيجيات التذكر، ازاي اتعامل مع الذاكره. طبعا لما انا اكون عامل لعب لازم اكون عارف ايه هي الاستراتيجيات اللي ممكن استخدمها علشان احسن الذاكره وخلي المعلومات تخش في الذاكره البعيده. هل في مشكله عند المشكله في مشكله عند الناس في الصوت ولا دي مشكله فرديه؟ طيب تمام، طالما عند معظم الناس كويس يبقى معناها ان هو في ناس عندها مشكله في الانترنت. طيب ممتاز. وبالتالي زي ما قلت ان احنا لو احنا كان مصممين تعليميين وكان ناس تربويين اذا ما كناش هيكون عندنا وعي بهذه الاسس مش هنعرف نطبق الجيميفيكيشن بالطريقه الصحيحه، وهنلاقي اسئله كتير لن نستطيع الحصول على إجابة عنها. يعني استحالة أقدر أعرف. أنا قلت لك استخدم النقاط واستخدم كذا، وهتكلم في الكلام ده تفصيليا وإحنا ماشيين دلوقتي في البرزنتيشن. طبعا عندي عوامل مؤثرة في حدوث التعلم زي الدافعية والممارسة والفرق بين الدوافع والحاجات، وحاجات كتير جدا. عندي مبادئ أخرى زي انتقال أثر التعلم وطريقة قياسه، عوامل بقاء أثر التعلم، العبء المعرفي. يعني خليني أقول لك على سبيل المثال، ممكن أعمل لعبة جميلة جدا وأطبق فيها الجيميفيكيشن بشكل رائع، لكن اكون حاطط عناصر سواء جرافيكيه او نصوص او بتعمل زياده العبء المعرفي. يبقى الطالب مع الوقت بيحصل له ديستراكشن، مش بيحصل له فوكسنج على المعلومات اللي عايز ياخدها. طيب النقطه اللي بعد كده، ايه هي اهميه الالعاب؟ دي ملهاش علاقه شويه باللي احنا شغالين فيه، لكن هتفيدنا لما نيجي اللي بيعمل فيكم مشروعات ليها علاقه بالجيميفيكيشن او ما الى ذلك. احنا عايزين نعرف ايه اهميه الموضوع. الحقيقه انا هتكلم على ده بحث حقيقه رائع جدا عاملاه البي بي سي، بتتكلم على اهميه الالعاب. ولما بتكلم على اهميه الالعاب بتكلم عنها بصفه عامه، يعني مثلا بتكلم على الاكس بوكس او بتكلم على البلاي ستيشن. هم اثبتوا عن طريق البحث العلمي ان في ثلاث اماكن في المخ بيتأثروا بشكل إيجابي جدا بعملية الألعاب. أول حاجة منهم حاجة اسمها الهيبوكامبس، ودي المسؤولة عن الملاحة المكانية. ودايما دي الولاد اللي بيلعبوا بلاي ستيشن أو حتى احنا ككبار لما بنيجي نلعب بلاي ستيشن، فكرة النافيجيشن، فكرة إن أنا بوجه وبروح، الكلام ده كله بيبقى رمزي. يعني إيه؟ يعني أنا بكون ماسك الجويستيك في إيدي والجويستيك ده أنا بحاول أنقله بعمل بيه نافيجيشن للموقف اللي موجود، وده بيأثر على حاجات كتير. يعني الجزء بتاع الهيبوكامبس لما بيتأثر او بيزيد او بيبقى فيه كهرباء، ده معناها ان الجزء بتاع الايموشن شغال، العاطفه، الجزء اللي له علاقه بالميموري شغال. عندنا بعد كده حاجه اسمها القشره الجبهيه، ودي برضو دي مسؤوله عن التخطيط الاستراتيجي، بتبقى شغاله. والحقيقه بيبقى فيها اربع اماكن اخرى بتتأثر معايا كده وهي ماشيه في النص. ان انا اخطط ل سلوك اللي هو الكوجنيتيف بيهيفير، كومبلكس كوجنيتيف بيهيفير، او ان انا بكون شغال على البيرسونال اكسبريشن او ديسيجن ميكينج او المودريتنج السوشيال بيهيفير.
واخر جزء اللي موجود عندي ده ده الجزء موجود في اخر في مؤخره الراس، وده مسؤول عن حاجه اسمها الفاين موتور تيونينج. والحقيقه مش كده بس، اكتشفوا ان الالعاب مع الوقت بتعمل حاجتين، يعني غير المناطق اللي بتتاثر في المخ دي، حجم المخ نفسه بيزيد، يعني الحجم بتاع المخ بيزيد بشكل كبير. ودي طبعا زي ما قلت لكم دي دراسه عملها البي بي سي. الحقيقه انا كان ليا الحظ ان انا تقابلت مع احد يعني الباحثين في المانيا كانوا بيشتغلوا على النوع ده من الابحاث عن طريق حاجه اجهزه اسمها الاي اي جي، هكتبها لكم هنا على الشات ويا ريت تبداوا تتفرجوا عليها. دي عباره عن اجهزه بتتركب على الراس، اسعارها بتتراوح من 270 يورو لحد 700 يورو تقريبا يعني. ودي بتقدر تقيس لي، انا مش عارف في مسجز بتيجي بتقول ان الصوت ما بيكونش واضح، انا اعتقد ان ده حالات فرديه، مشكله في الانترنت، واعتقد ان ممكن بعد المحاضره حضراتكم تسمعوا المحاضره تاني، مش هيكون فيها التقطيع ده ان شاء الله. طيب المهم اجهزه الاي اي جي دي، يعني يا ريت الناس اللي شغاله في موضوع البحث العلمي او حتى اللي شغاله في شركات او المصممين التعليميين يحاولوا يجيبوا اجهزه الاي اي جي، لان هي بتقدر تقول لهم اثناء تفاعل اللاعب مع اللعبه بتاعته ايه المناطق اللي في المخ اللي بتبقى شغاله. من ضمن الاماكن اللي بنقدر نعرفها الهيبوكامبس والحاجات اللي اتكلمنا عليها دي. وفي جزء اخر ممكن يبان، يعني مثلا في احد الاجهزه بتقدر تقول لي ما اذا كان الشخص somehow يعني engaged ولا لا، اذا كان هو stressed ولا لا، بتقدر تشوف الفيشل اكسبريشنز، بتقدر تقول اذا كان هو مثلا بورد او لا. فالحقيقه الاجهزه دي من الاجهزه اللي ساعدتنا كتير جدا على مش بس في موضوع السولوشنز اللي بتعتمد على الاي سي تي او مثلا تقريبا، معلش لحظه واحده. طيب تمام، هو تقريبا دي مشكله استاذ رجاء، تقريبا المشكله من عند حضرتك. لكن خلتنا كمان الاجهزه دي اللي زي الاي اي جي بخلتنا نقدر بشكل كبير جدا نتحقق من النظريات ومن الاسامبشنز اللي احنا بنعملها في الشغل بتاعنا. طبعا في اجهزه ان شاء الله، انا في خلال من شهر لشهرين هيكون عندي معمل جديد موجود. المعمل ده بيقيس، بيشتغل على ثلاث حاجات، بيشتغل على الاي تراكنج، وكاميرا بتشوف الفيشل اكسبريشن، وفي حاجه بتتركب كده زي المشبك في الايد بتقيس التعرق علشان تقدر تديني قياس ثلاثي للتفاعل الشخص اليوزر اكسبيرينس مع الحلول التعليميه اللي بنستخدمها. ان شاء الله ممكن ارتب مع دكتور محمد ونبقى نتكلم عن الاداه دي كجزء يساعدنا على التحقق من التصميم بتاعنا في البدايه، هل هو فعلا عمل الانجيجمنت ولا لا. طيب احنا اخر حاجه هتكلم عنها في موضوع الالعاب، احنا طبعا انتوا عارفين بياجي، طيب تمام انا هخلص اهميه الالعاب وهديكم دقيقه او دقيقتين للاسئله. طبعا انتوا عارفين الالعاب كمان بتشتغل على النمو المعرفي، وبياجي قال الكلام ده من زمان، قال ان هو جزء لا يتجزا من مرحله تطور ادراك الاطفال. والحقيقه في يعني احد الامثله اللي كانت موجوده في ريسيرش انا ممكن اتشاركه معاكم ان شاء الله، بيقول ان الطفل الصغير لما بيكون معاه في ايده ماسك مثلا البشاوره بتاعه المسح السبوره اللي بنمسح بيها السبوره وبيعتبرها عربيه وبيحاول يمشي بيها، فكره الترميز اللي موجوده دي واحده من اعلى العمليات العقليه اللي بيقوم بيها الطفل في هذه المرحله، وبتؤثر بشكل كبير جدا 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 على نضوج الطفل. طيب المعلومه دي تفيدني في ايه؟ المعلومه دي تفيدني في ان فكره الترميز اللي الاولاد اللي انا اقدر احطه جوه الالعاب التعليميه اللي انا بعملها اثناء تطبيق الجيميفيكيشن. معلومه اخيره، الجيم بيز ليرنينج نسبه النمو بتاعته بقت 33% 33.2%، وبيتوقعوا دي على فكره التقرير ده لسه صادر تقريبا من حوالي 10 ايام، وقالوا ان نسبه العائد من الاستثمار فيه او المكاسب اللي هتتحقق منه هتتضاعف اربع مرات لتصل الى 24 مليار دولار بحلول 2024. يعني اعتقد ان هو حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نركز فيها. طيب لو اي حد عنده سؤال سريع، بس احنا يعني ايه حاجه سريعه دلوقتي وبعد كده نبقى في الاخر خالص ممكن نسيب 10 دقائق للاسئله.
طيب لحد ما يجي سؤال. احنا طبعا الجيميفيكيشن زي ما قلنا هو استخدام عناصر الالعاب والجيم ديزاين تكنيكس في النون جيم كونتكست. باختصار شديد انا عندي شويه اليمنتس وعندي جيم ديزاين تكنيك، عندي تكنيكات معينه علشان تبقى دي لعبه، بحطها في غير سياق اللعبه. طيب تمام. طبعا التعريف ده يعني ايه قتل بحثا، وهو ده افضل تعريف لموضوع الجيميفيكيشن. طيب امتى بقى استخدم التلعيب؟ واحده برضو من اهم المشكلات اللي بتقابل الناس، انا عايز اروح اشتغل في التلعيب، انا هعمل ريسيرش في التلعيب. طب السؤال الاهم، انت هتستخدم ايه في التلعيب؟ عشان التلعيب ليه حاجات كويسه؟ لا، المفروض يكون عندي مشكله او هدف معين ويكون التلعيب هيفيده. وطالما قلت الموضوع ده لازم اكون شغال على حاجتين مهمين جدا. التلعيب بيعتمد على حاجتين ويا ريت نركز فيهم بشكل كبير جدا، التحفيز والدمج هم اكتر حاجتين بقدر اخدهم من التلعيب، لان مفهوم التلعيب قايم بشكل كبير جدا 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 على الجزء بتاع السايكولوجي. وانا هشرح الكلام ده دلوقتي لما نتكلم على الحافز وشكله عامل ازاي ومواعيده والكلام ده كله في الجيميفيكيشن. لكن اذا قلت انا هستخدم تلعيب معناها ان انا عايز يا اما احفز اخليه يعمل، يا اما ادمجه اخليه يقعد وقت اطول جدا، اعمله لينكينج، اربطه مع الموقف التعليمي. وزي ما قلت في اول المحاضره انا بحاول اثر على السلوك واغيره، او ببني مهاره، او بغير اتجاه، او بعمل اكساب لمجموعه من المعارف. في طبعا في سؤال بيقول هل التلعيب بينفع في تعليم الكبار زي الموظفين والاداريين؟ طبعا بلا شك بلا شك. ده حتى في احد الابحاث بتقول ان في بعض الناس كانت بتستمر في الدخول على بعض الانظمه لمجرد ان هي كانت بتاخد بادجز ليس لها اي معنى اي قيمه، لمجرد ان هو هياخد بادج زياده فبداوا يخشوا على مواقع معينه. شركات الطيران بتعملها في اللويالتي بروجرامز علشان تروح فيها. السوبر ماركتس الكبيره دلوقتي بدات تعمل حاجه زي اللويالتي كارد، تقدر كل ما تشتري يديلك بوينت. كل ده جيميفيكيشن. وزي ما قلت هو بيعمل ايه؟ هو بيحفزك انك تشتري، هو بيحفزك انك تقوم بالعمل ده، هو بيحفزك ان انت تختار شركته دون عن الشركه الاخرى، هو بيخليك بيدمجك، بيخليك تعمل الكلام ده مره واثنين وثلاثه واربعه بشكل كبير جدا. وطبعا زي ما دكتور الحسين بيقول، طبعا الترميز احد اهم النقاط في مرحله الطفوله. وزي ما قلت احنا دولينجو لو تسمعوا عنه هو تطبيق لتعليم اللغات، ده بيتعامل مع الكبار الادلتس بشكل كبير جدا وبيشتغل بالجيميفيكيشن، وغيرهم كتير جدا جدا بيشتغل بالجيميفيكيشن سواء مع الاطفال او مع الادلتس. طيب الجيميفيكيشن بقى في منه نوعين ودول مهمين جدا، واللي قايل الكلام ده واحد اسمه كارل كارل لو تسمعوا عنه، هو يعني واحد من اشهر الناس اللي عامله شغل في موضوع الجيميفيكيشن. قالت انا النهارده قررت ان انا اعمل جيميفيكيشن. طيب اعمل جيميفيكيشن يعني ايه اعمل جيميفيكيشن؟ انا عارف ان انا هطبق العناصر بتاعه التلعيب والديزاين تكنيكس جوه الموقف التعليمي. الموضوع ده بيعمل حاجه من اتنين، اما بلجأ لحاجه اسمها الاستراكشرال جيميفيكيشن، معناها ان انا بخلي الجيميفيكيشن بيدور حوالين المحتوى من غير ما اغير المحتوى. وبيكون اهم حاجه اهم اساس في هذا الموضوع ان انا اشجع الطلاب واحفزهم ان هم يتفرجوا على الكونتنت، ان هم يحلوا الاسئله اللي موجوده بطريقه يكون فيها انجيجمنت. وطبعا ده بيتم عن طريق الريوردز، وانا هتكلم عن الريوردز بشكل كبير جدا لان هو واحد من يعني لو انا هتكلم على ايه هو العمود الفقري للتلعيب للجيميفيكيشن بصفة عامة هو الريوردز. ولما هتكلم على العمود الفقري بالنسبة للتعليم للجيميفيكيشن اديوكيشن فانا بتكلم على الاوبجكتيفز. يبقى احنا كده لو بنتكلم على يعني عايزين نجمع الاثنين مع بعض، لما بقول ان انا هشتغل على ويا ريت الكلمتين دول يعني انا احد الحاجات اللي عايزكم تطلعوا منها في الجزء الاولاني ان احنا نرجع نشوف نظريات التعليم والتعلم والمبادئ التربوية علشان نفهم الكلام ده كويس، وخاصة اللي بيفسر عملية التعليم. يبقى ده التيك اواي الاولاني. التيك اواي الثاني ان ما ينفعش اعمل جيميفيكيشن بدون وجود مشكله او هدف واضح. التيك اواي الثالث اللي المفروض اكون مركز معاه ان في عندي عصب للجيميفيكيشن. العصب ده عباره عن حاجتين، الريوردز اللي هي المكافئات هي دي العصب بتاع الجيميفيكيشن، لان انا بعمل موتيفيشن، احنا اتفقنا ان هو بيعمل اما موتيفيشن يا اما بيعمل انجيجمنت. فالريوردز او المكافآت هي اللي بتحقق لي هذا الامر بشكل كبير جدا. الجزء الثاني بما ان انا بتكلم على الجيميفيكيشن ان اديوكيشن، فالاوبجكتيفز اللي موجوده اللي انا بحاول اعملها هي بتبقى العصب، او خلينا نقول هما الاثنين كده مع بعض
يعني we can wave them together ونخليهم هم او ده العمود الفقري وده السباينال كورد مثلا، يعني حاجه كده هم دول اللي بيقوم عليهم اللعبه كلها. فنرجع تاني، النوع الاولاني انا ما بعملش تغيير نهائي نهائي في المحتوى، ولكن بخلي الجيميفيكيشن اليمنتس بتدور حوالين المحتوى. ادي مثال بسيط، ان كل طالب هيجاوب على سؤال بياخد بوينت، كل ما يجاوب على سؤال ياخد بوينت، لو جاوب على 10 اسئله هديله بادج، لو جاوب عليهم بسرعه هديله بادج السرعه. طيب لو انا اديته بادج السرعه معناها ان انا بحفزه ان هو يحل اسرع. طب انا عايز ايه؟ هل انا عايزه يحل اسرع ولا عايزه يحل كتير؟ طب ازاي اعمل بالانسنج، ازاي اعمل توازن ما بين الاثنين؟ اقول لك ما اعرفش، انت اللي تجاوب عنها. ايه هو الهدف بتاعك؟ هل انت عايزه يحل كتير ولا يحل بسرعه؟ هل انت بتاهله الغرض بتاعك انت كان ايه؟ عشان كده ده من ضمن الاسئله اللي بتجيلي، طب اعمل دي ولا دي؟ اقول له ما اعرفش. النوع الثاني بقى باسمه content gamification، معناها ان انا بغير، بحول المحتوى نفسه اخليه game like، بطبق جواه عناصر التلعيق. بمعنى مثلا يكون عندي، احنا عارفين طبعا في حاجه اسمها في الالعاب حاجه اسمها narrative story او القصه كده اللي بتكون حوالين الالعاب. يعني دايما لما نيجي نلعب لعبه مثلا بتاعت مش عارف القراصنه ولا اسمهم ايه، ترايفلز، يحكي لك الاول قصه كده وبعد كده يقول لك القبيله دي هتغير عن القبيله دي وانت لازم تروح تجيب الذهب. فانت بتكون بتعمل اكشن كده معينه، انك عملت خبط في الارض كده وطلع ذهب، بس انت في ستوري موجوده في دماغك، انت الكونتنت اتغير، تم تغيير. او مثلا ان يكون انا هغير اللعبه، اغير المحتوى، اعيد صياغه المحتوى واحطه في صوره مختلفه، احطه في صوره مثلا ان لما يجي يكمل الجمله، هنا انا بتكلم على فكره تكمله الجمله، ياخد كذا، ان المحتوى يتحول الى قصص تفاعليه، ومع كل سيناريو هيتخذه يبدا اعمل له ريوردنج ستراكشر او فكره المكافئات تدور في هذا الامر. ف النوعين دول لازم نفكر فيهم. اول ما اجي اقول لك انت هتعمل جيميفيكيشن، تروح انت حاطط كده ايه في اول بلوك تحطه، هو نظريات التعليم والتعلم وكيف يتعلم الانسان وهقدر اعمل ايه علشان البني ادم اللي بتعامل ده يتعامل كويس. رقم 2 هبص عليها كده على طول، ايه هو الهدف من الجيميفيكيشن. رقم 3 القرار، هل المحتوى بتاعي او الوضع بتاعي هيحتمل الاستراكشر جيميفيكيشن ولا اشتغل على الكونتنت جيميفيكيشن. كونتنت جيميفيكيشن يعني انت عايز راجل انستراكشنال ديزاينر مخه حلو يبدا يعدل في المحتوى ويعيد صياغته ويحوله القصص وما الى ذلك. طيب في عندنا هنا سؤال، طيب كيف طيب بص، السؤال اللي انت مجاوب عليه الحقيقه سؤال يعني استاذ عبده، حقيقه سؤال مهم جدا ورائع يعني، والحقيقه انا حاطط عليه جزء في البرزنتيشن. هو بيسال بيقول ازاي هنقدر نعرف ان التفاعل الطالب مع اللعبه هو كان بس بيعملها عشان يتفخر قدام زملائه ولا هو كان مهتم بالمحتوى؟ الحقيقه ده هو دي احد ادواري اللي انا بعملها. بمعنى ايه؟ هل انا بدي الوسام على لما بتحقق ان هو اكتسب المعلومه، ولا بدي له الوسام وخلاص؟ ده هيرجعنا لفكره الريوردنج ستراكشر، فكره المكافئات، انا بكافئ على ايه؟ اذا كنت انا بكافئ او بنقله المرحله ليفل 2 بعد ما كنت حققت من الهدف الاولاني، ما يهمش بقى بالنسبه لي هو بيتفخر ولا لا يتفخر. ليه؟ لان هو اصلا اوريدي انتقل للمرحله الجديده، ومعنى ان هو انتقل للمرحله الجديده معناها ان انا تاكدت ان هو اكتسب المهارات والمعارف او الاتجاهات اللي كنت طالبها منه في الجزء الاولاني. في بعض المشاكل الاخرى اللي ليها علاقه بالموضوع ده انا هغطيها دلوقتي، ان ممكن موضوع الاوسمه والكلام ده كله ممكن ياثر سلبا على اداء الطالب، هنتكلم عنها لما نخش في الريوردنج ستراكشر. خلينا نستمر في البرزنتيشن. الصوره دي انا مصورها من اسكتلندا في احد المدارس اللي شغاله بنظام ستيم، والحقيقه دي بتبين لي ازاي ان انا اشتغل بالنوع الاول من الجيميفيكيشن اللي هو الاستراكشر. ده معمل بتاع فيزيكس وكيمستري، بتاع كيمستري، موجود في مدرسه من المدارس. وبعدين اول ما دخلت لقيتهم حاطين، طبعا شايفين بيبقوا معلقين صور على اليسار كده، بس هنا في الباسكت بتاع السله ده موجود، فانا متاكد ان هو اكيد ليه معنى يعني ايه اللي هيحطه هنا. فقالوا لي ان المعلم اللي موجود الحقيقه هو آه
طيب الصوت بيعلق. هو انا اعتقد، انا بالنسبه لي انا عندي هنا، معلش انا لو حد بس يقول لي ان الصوت ما فيهوش مشكله من ناحيتي، يعني اللي سامعني تماما من غير تقطيع يقول لي اه، معنى الكلام ده ان الاخرين عندهم مشكله في الصوت. استاذه ياسمين، طيب الصوت تمام، يبقى كده التقطيع ده بيبقى موجود من عند حضراتكم مش من عندي. طيب ممتاز. طيب جميل جدا. طيب خليني بس ارجع في سؤال. طيب خليني بس اكمل دي وارد على استاذه اماني. طيب فايه اللي بيحصل؟ فهو بيقول لهم، عمل طريقه كده، قال لهم ان كل واحد يجيب اجابه صحيحه هيرمي ثلاث رميات، ولما بياخد ثلاث رميات عمل لهم ليدر بورد، بس كانوا ورايا انا، وبالتالي هو بيشجعهم على الكتابه. طبعا عندي نوعين من الطلاب، عندي طالب مش بيشارك لكن هو بيعرف يرمي كويس، فهو بيحاول يجيب عن السؤال فبيحاول يشارك. الغرض من الجيميفيكيشن كان ان هو يزود مشاركه الطلاب في العمليه التعليميه عن طريق حاطط جيميفيكيشن سيستم خارج الموضوع. فكل واحد بيشارك بعد ما بيخلص مشاركته يرمي ثلاث رميات. طبعا انا برمي ثلاث رميات فيها حته التشالنج شويه، ودي احد الحاجات اللي بتخلي فيه متعه. الفوز بيخلي فيه متعه، وهتكلم على الكلام ده كمان شويه. وبالتالي هو استفاد، عمل الجيميفيكيشن بعيد عن الكونتنت تماما، وكان الهدف منه واضح هو ان هو يزيد من مشاركه الطلاب وفعاليتهم داخل المحاضرات. استاذه اماني بتسال هل فكره المكافآت اكيد بتكون موجوده في التعليم، لكن انا بحاول ابحث عن طريقه يتم من خلال كافه حواس الطالب، حواس الطالب. طيب خليني اتكلم على المكافآت في ساعه المكافآت. تمام، يعني طيب اجاوب عن سؤال اخير، هو اسمه بالعربي تلعيب ولا الالعاب التحفيزيه ولا لا؟ هو في اسماء كتير، في العاب وتلعيب، وطالما انت بتقراي في المصادر العربيه لا يمكن هتلاقي اجابه واضحه. يعني انا شخصيا شايف ان الالعاب دي انا بتكسف اقولها، بس في مصادر بتتكلم فيها تقول لك الالعاب، انا مش فاهم العاب اهي. عشان كده افضل شيء لو شغاله في البحث العلمي تكتبي سواء التلعيب او الالعاب وتحطي جنبها كلمه الجيميفيكيشن وخلاص الموضوع بيكون بسيط. طيب خلينا بقى نكمل في البرزنتيشن علشان نشوف الموضوع. يبقى طبعا النقطه الثانيه اللي ناخدها، مش معنى ان انا بعمل جيميفيكيشن معناها انه لازم يكون في صوره حل تقني، يعني مش لازم يكون ابلكيشن بعملها، لكن على اي حال على اي حال دي احد الصور اللي موجوده اللي اقدر انا جوه الفصل اقدر اعمل جو في دمج وتحفيز. شوفوا طول ما انا هتكلم في الجيميفيكيشن بتكلم على دمج وتحفيز، ما عنديش اي حاجه ثانيه ممكن اتكلم عنها في هذا الموضوع. ده الباسكت اللي كنت بتكلم عنه. طيب احنا زي ما قلنا تاني، الجيميفيكيشن بتتكلم على الجيم اليمنتس والجيم ديزاين تكنيكس في النون جيم كونتكست. يعني انا عندي ثلاث حاجات، عندي الجيم اليمنتس والديزاين تكنيكس والجيم. طيب خلينا نبدا الاول، يعني ايه جيم؟ والحقيقه الجيم طبعا ليها اكتر من تعريف، هي فورم اوف كومبتيتيف اكتيفيتي او سبورت طبعا بلايد اكوردنج تو رولز، او ان هي اكتيفيتي بتعمل انجيجمنت بغرض الاستمتاع يعني. طيب نحلل التعريفين دول، هنلاقي ان انا عندي حته المنافسه وعندي حاجه ليها علاقه بالقواعد، وهلاقي ايضا حاجه ليها علاقه بالانجيجمنت والاميوزمنت. فانا ممكن اخد من التعريفين دول، اخد الثلاث نقط، لازم يكون فيه منافسه ولازم يكون ليها قواعد ولازم بتكون بتعمل انجيجمنت ولازم يكون فيها متعه. ده من التعريف. وكلمه انجيجد معناها الانجيجمنت معناها ان هو بيبقى مدمج. وطبعا النهارده في تعريف جديد بيتقال اسمه الادكشن او الادكتيف جيمز، اللي هي اللي بتسبب الادمان، وهنتكلم يعني ايه بتسبب الادمان يعني. والاميوزمنت بنتكلم فيها على الفن والانجويمنت. طبعا الكومبتيتيف دي طبعا بتعمل لي الموتيفيشن اللي انا بسعى لتحقيقها. وخلينا ده طبعا تعريف اخر باللغه العربيه، وهنلاقينا بنتكلم فيه في نفس تقريبا الكلمات اللي قلناها، اللي هو ينخرط ده اللي هو الانجيجمنت والتحدي، بنتكلم التشالنج او فكره الكومبيتيشن، وعندي الرولز اللي هي القواعد، وعندي الفيدباك، وعندي المخرجات القابله للقياس. يعني انا لما بحط العسكري قدام العسكري انا ممكن اكسبه وما الى ذلك.
في سؤال: في حال وجود طلبة من النوع الخجول اللي بيخاف من تعليقات زملائه في حال خسر في اللعبة، ما هي الاستراتيجيات المناسبة لإشراك المتعلم الخجول اللي عنده خجل اجتماعي؟ طيب أنا خليني أقول على حاجة، هو فكرة الخجل اللي موجود دي المشكلة بتاعتها هي مشكلة المعلم مش مشكلة الطالب. ويمكن أنا مش عايز أطلع بره الموضوع الأساسي وأتكلم على حتة إزاي أشركه، لكن إحنا فكرة إن إحنا بنشتغل في تيم وورك، إن إحنا بنعمل جروبس، والجروبس دي هي اللي بتبدأ تتفاعل، وممكن أستخدم بعض التولز اللي بتبقى موجودة لما بيكونش فيها مشاركة اجتماعية كمرحلة أولى، زي مثلا كاهوت. ممكن أحط الألعاب التعليمية بتاعتي أو الأسئلة بتاعتي على كاهوت من غير ما أعرف مين اسم الشخص، بيستخدم أسئلة مستعارة يعني، ما إلى ذلك. في حاجات كتير ليها يعني. طيب خصائص اي لعبه بقى في ضوء اللي احنا قلناه، واحنا اتفقنا كده، احنا ماشيين مع بعض، حطينا قلنا الاسس النظريه. معلش انا بعيد الكلام تاني بطريقه ممله، بس يعني ايه فيها افاده يعني. بنحط الاهداف والاسس التربويه، وبنحط الهدف بتاع اللعبه والكلام اللي اتكلمنا فيه، وبنبص على ريوردنج ستراكشر، وبحدد هي اذا كانت هتبقى ستراكشر او كونتنت. بعد كده هعمل هاخد من خصائص اللعبه دي حاجات معينه. يعني لازم يكون لو انا بعمل جيميفيكيشن، بعمل لعبه معتمد على الجيميفيكيشن، لازم يكون لها هدف. يعني لما اجي اسالك اقول لك ايه الهدف من اللعبه اللي انت عاملها، تقول لي والله الهدف ان اللي يجيب اكتر عدد من الرميات، اللي يوصل لعدد 10 رميات ياخد البادج بتاع اليوم. لو انت مش حاطط لي هدف بتدور حواليه اللعبه، يبقى اللعبه دي ملهاش قيمه، لسه داخله كده في حاجه هي مش عارفه بتعمل ايه. فاول حاجه بعملها بحطها لازم اخليها تدور حوالين هدف. لازم ليها قواعد، اللي يجيب صح يرمي 3 رميات، لازم يكون فيها تنافس. طب انا النهارده شاطر بس ما بعرفش ارمي كويس، فممكن ازود شويه علشان يبقى فرصي اكتر، فيحصل حته البالانس بتاعت اللي ممكن ما يكونش بيشارك بشكل كبير او خجول ويبدا يخش معايا. طبعا التغذيه الراجعه، وطبعا عندنا في التعليم التغذيه الراجعه هي اهم حاجه، هي اللي بتضبط المسار بتاع عمليه التعلم. وطبعا المشاركه الطوعيه، يعني عشان اقول ان دي لعبه لازم يكون فيها مشاركه طوعيه، ما ينفعش افرض على شخص من الناس ان هم يعملوا يلعبوا اللعبه دي. لكن لما اجي اقول لهم والله يلا يلا بينا، مين عايز يلعب اللعبه دي، مجرد ما هم خلاص بداوا يقرروا يخشوا وبتقسموا في مجموعات وهم يكونوا مجموعاتهم، ونعمل لهم حاجه اسمها الاوتونومي اللي هو حته الذاتيه كده، انا عندي المقدره ان انا اخد القرار في هذا الامر، ده بيبقى مهم جدا. الطلبه ما بيقدروش المكافآت المعنويه. طيب هو اذا ما قدروش يعني، طيب هو الموضوع اصله في اسس كتير جدا، خلينا نتكلم عنها بعد ما اخلص. يعني لما اوصل للمنطقه بتاعت المكافآت، وهفرق ما بين المكافآت وانواعها، وازاي اقدر اعملها حسب السياق اللي موجود. لكن خليني اقول لكم على معلومه مهمه جدا، المكافآت غير المعنويه ليها اشكال، مش اشكالها بس ان انا اديله بادج يعني احنا او اديله نقطه، لا، في حاجات كتير جدا انا ممكن اعملها له ممكن تبقى ليها معنى بالنسبه له. وهنتكلم عليها دلوقتي. الديزاين تكنيكس الحقيقه هي مقصود بيها السيستم اللي انا شغال بيه، والناس اللي شغاله بقى في الجيميفيكيشن عن طريق الابلكيشن، الموبايل ابلكيشنز والكلام ده كله، يعني الله يكون في عونهم، لان هم لازم يتعاملوا مع التكنولوجي ومع الارت. يعني الارت ده باب، يعني الكاركتر شكله عامل ازاي، والباك جراوندز عامله ازاي، ولما بينط بيكون شكله عامل ازاي، والبوينتس بياخدها بيكون شكلها عامل ازاي، وشكل العمله، ويعني قصه طويله كده. بعد كده في عندنا حاجه اسمها الديزاين ثينكينج، اليوزر اكسبيرينس، السايكولوجي، نتكلم على الفن والانجيجمنت والموتيفيشن، حاجات كتير جدا. لكن خلينا نقول شويه كده حاجات في النص. وضع عناصر اللعبه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي البوينتس والبادجز والحاجات دي داخل النظام، لا يعني بالضروره ان انا طبقت التلعيب. يعني مش مجرد ان انا جبت لعبه من الالعاب او عملت لعبه وبقيت خلاص يا جماعه كل اللي هيجيب عن اجابه صحيحه هديله 5 اديله بادج، مش معنى الكلام ده نبقى فيه. النقطه اللي انا عامله تاني نقطة، لازم يكون النظام اللي أنا عامله بيكون بيحل مشكلة أو هدف معين. النقطة الثالثة، لازم بنحتاج تفكير منظم وفكر إبداعي، خاصة لو أنا بشتغل على النوع من الجيميفيكيشن اللي بيعتمد على الكونتنت، هغيره إزاي؟
ايه القصه اللي هدور حواليها الكونتنت. وكلمه قصه دي مش معناها بس ان انا مش معناها بس قصه، لا ده معناها حاجات كتير جدا. معناها ان انا بعمل جذب بالعاطفه. يعني تخيل مثلا لما انا بكون بعمل الكاركتر اللي موجود ده هو اللي بيمثله، فكل لما الكاركتر ده بيكسب بادجات او بديله اكسس او بديله ستيتس افضل، فهو بينتقل الشعور من الجزء المجرد للقصه اللي موجوده، فهو بيحس ان هو بقى يملك المزرعه، بيحس ان هو بقى في الترتيب رقم كذا. يعني هو لوحده بيبدا يعني يتلبس بالشخصيه اللي موجوده. الموضوع ده بيحتاج فكر ابداعي، ازاي احط قصه، ازاي احط موضوع يرتبط بالطالب ويرتبط بالمحتوى العلمي ويحقق الهدف ويعمل الايموشنال موتيفيشن وانجيجمنت. ده مهم جدا. العناصر كتير اللي موجودة اللي اتكلمت عنها، لازم العناصر دي اتعامل معاها بطريقة ولها معنى. بدي بوينتلي، بدي بادجي ثلاثة ليه عندي ويكون عند الطالب او عند الطالب. بعد كده بنتكلم بقى على واحدة من اهم الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها، اللي كل ما نتكلم على الجيميفيكيشن او حد يسألني على الجيميفيكيشن يسألني على الالمنتس، بيتكلم على البوينتس والبادجز والكورسز والليفلز. وطبعا احنا بنشوف الكلام ده كله زي اللعبه اللي موجوده قدامنا دي، عندنا بوينتس فوق وعندنا في عملات موجوده تحتيها، وبعد كده عندنا سكور ليه، وبعد كده مثلا على اليمين الصوره اللي موجوده على اليمين كلمه رول هو المفروض يجري ويجيب حرف الار والاو والال. تخيلوا بس هو دخل اللعبه فهو حب يجيب الاربع حروف. الاربع حروف دول خلوه يعمل انجيجمنت لمده مثلا 5 دقائق بيدور عليها. يبقى انا قدرت عن طريق الميشن او الكويست اللي موجوده ان انا اربطه 5 6 دقائق 10 دقائق، وبعد ما بيخلصها بيكون اقترب ان هو ينتقل الى المرحله اللي بعديها. يعني طيب خلاص، او يكون خلاص هو بقى منتظر ان هو ياخد المغناطيس ده. يعني فاهمين ففكره حتى الديزاين هنتكلم عنها دلوقتي سريعا. طيب نقطه بقى نرجع نعكس الكلام اللي اتكلمنا عنه ده على الجيميفيكيشن. عشان نعكسه على الجيميفيكيشن، انا عندي استخدم ايه في الجيميفيكيشن، يعني ايه افضل حاجات في الجيميفيكيشن. على فكره كل السلايدز اللي موجوده بالانجليزي دي معناها انا واخدها من ريسيرش، يعني متاخده من ابحاث. هم حددوا 8 اليمنتس من الجيمز المفروض نستخدمها في الجيميفيكيشن عشان التعلم، عشان نحقق التعلم. اتكلموا على الرولز والجولز والاوتكمز والفيدباك والريوردز والبروبلم سولفنج والستوري، وان يكون في بلايرز، وان يكون في سيف انفايرمنت، ويكون في سنس اوف ماستري. دول الثمانيه اللي اتكلموا عنها الابحاث. طيب حتى اذا افترضنا ان الثمانيه اللي موجودين دول هم الثمانيه اللي انا هعتمد عليهم، اخد مين فيهم؟ يعني لازم احط الثمانيه دول ولا ممكن اخد مثلا اليمنت واحد احطه؟ يعني خلينا نسال السؤال، انسى الثمانيه دول، ننسى السلايد دي. لو انا عايز اعمل جيميفيكيشن، انا عندي عناصر كتير، عندي ممكن يكون عندي 40 عنصر ممكن استخدمه، العناصر بتاعت الالعاب، استخدم 1 ولا 2 ولا 5 ولا 10؟ في مدرستين. المدرسه الاولى بتتكلم بتقول ان انا حتى لو اشتغلت فيتشر واحده بس هقدر اعمل جيميفايد ليرنينج اكسبيرينس، هيتحقق بواحد بس. وفي واحد زي كارل كاب قال لا، انا لازم استخدم اكتر من عنصر علشان اقدر اعمل افكتيف ليرنينج اكسبيرينس. وقال ان اهم حاجه في العناصر اللي بستخدمها ان انا استخدم الحاجات اللي بتديني، اللي هي تعتبر مصدر للتحفيز الخارجي. النقاط والبادجت والسيتي كنترول، يا حالة والبرانشنج في تصميم اللعبه، ان هو ياخد قرارات. ويكون زي ما قلت القصه والتشالنج والسنس اوف كنترول والديسيجن ميكنج والسنس اوف ماستري، دول لازم كمان يكونوا موجودين. يعني كارل كاب قال حاجتين، قال ان انا لازم اشتغل على اللي يديني مصدر للتحفيز الخارجي،
وحاجه تساعدني على فكره الانجيجمنت، لان العناصر الاجزاء اللي تحت دي هي اللي مسؤوله عن الانجيجمنت بشكل كبير جدا. برضو في عندنا يعني حاجات، خلينا برضو طبعا هنتكلم شويه على النقيض بتاع الامر، بس خلينا نقول ان المصمم التعليمي، وده طبعا ده بيؤكد على الكلام اللي اتكلمنا عنه في البدايه، ان المصمم التعليمي او المدرس او الجيم ديزاينر المفروض ان هو يركز بشكل كبير جدا جدا في الالمنتس على تحقيق الليرنينج اوبجكتيفز. دي النقطه الاولى. انا المشكله كلها انا بس الشات لازم انقله يمين وشمال عشان اشوف بقيه السلايد، فده بياخد مني بس وقت. وبيقول برضو ان الالمنتس مش لازم تكون هي دي الكور، يعني احنا اتفقنا ان في الكور اللي عندنا موجود. وقت الورشة تقريبا ساعة، انا حاول اسرع شوية. دكتور محمد، واحنا ممكن نمدها 10 دقايق كمان ولا صعب؟ لا نقدر نمدها عادي دكتور. طيب خلاص خلاص ممتاز شكرا. طيب بعد كده قال ان الالمنتس مش المفروض تكون هي السنتر بتاع السيستم. ايه اللي يكون السنتر بتاع السيستم؟ الموتيفيشن. ويعني ايه موتيفيشن؟ يعني الريوردنج ستراكشر. تاني يعني الدنيا كلها اعتقد يعني، او انا اتمنى ان يكون الموضوع بقى واضح جدا من هذا العرض. انا هحاول اسرع شويه في البرزنتيشن. نقطه برضو مهمه جدا، اي حاجه فيها جيميفيكيشن لازم يكون فيها فن. انا بعمل ريوردنج ستراكشر علشان اعمل فن. السؤال اللي بيطرح نفسه، ايه اللي بيخلي اللعبه بتاعتي فيها فن؟ وانا عايز اقول لكم ان انا بعد ما بدات انتبه لهذه النقطه، ان انا اخلي فيه فن في اللعبه، الموضوع اختلف تماما في الالعاب اللي بعملها. في اخر لعبه احنا عاملينها ممكن يعني انا دايما برفع الحاجات دي على البيج عندي، يعني احاول ارفعها لاحدث الحاجات اللي انا بعملها. في لعبه احنا عاملينها للتمكين المالي، لما ظبطنا فيها موضوع الفن فرقت بشكل كبير جدا في موضوع الانجيجمنت، يعني الاولاد بداوا يلعبوها بشكل كبير جدا. طبعا ممكن اعمل جزء تاني ان شاء الله، بس انا هحاول بس الم الجزء ده، لان ممكن نخلي الجزء تاني مثلا نتكلم فيه على الاي اي، تطبيقات الارتفيشال انتليجنس مع الالعاب التعليميه، ده هنخليه ان شاء الله في مره تانية. طب ايه اللي بيحقق السعاده او ايه اللي بيحقق المتعه؟ المفاجآت. طيب لما انا بيكون في عندي مفاجاه، معناها ان انا وانا بعمل الريوردنج ستراكشر لازم يكون في جزء منه في مفاجآت بتطلع، وهقول لكم ليه كمان شويه. المفاجاه دي حاجه مهمه جدا. الهدايا طبعا الهدايا دي بتخلي في نوع من الفن، الاكتشاف، ان هو يكتشف شيء، ان هو يحل مشكله او يقدر يحل مشكله. فكره من المانيا كنت شغال معاها في مشروع التفكير بالنسبه لي، قالت لي ان البني ادم لما بيستطيع حل مشكله داخل اللعبه، حتى لو كانت المشكله مشكله تعليميه، اللي هو بيسميها بيانلوك النولج، بيانلوك ليفل جديد في النولج عنده، ده بيحقق له متعه. بعد كده الفوز، طبعا اي حد بيفوز، بس طبعا مش لازم يكون الفوز فيه افراط، يعني التشارك مع الاخرين بيدي متعه. تجميع الاشياء، يعني انا ممكن اعمل لعبه ان هو يجمع فيها كلمات ويدور عليها ويعملها، لما يكتشف ويجمع ده بيخليه مبسوط بشكل كبير جدا. حتى الافكار نفسها لازم تكون بهذا الشكل. التخيل، طبعا التخيل ده بيجي بصفه بشكل كبير جدا من فكره الناريتيف ستوري بتاعتي. الاسترخاء طبعا، على فكره يعني ذكرى للاسترخاء، يعني في احد التطبيقات اللي كانت موجوده على جوجل بلاي كانت منزله ملايين الداونلودز، ما فيهاش حاجه خالص، صفحه بيضاء عشان بتعمل يعني مديتيشن، يعني لهذه الدرجه الناس بتتفاعل مع كل حاجه. يعني الانتصار، لعب الادوار، رول بلاينج، طبعا معظم الحاجات دي موجوده عندنا في التربيه، ان هو يبقى متميز، ان هو يتم تقديره، المنافسه، وطبعا حاجات كتير اخرى. طيب نطلع بقى بشويه تيك اويز كده سريعه عن الموضوع. عناصر اللعبه ليس اللعبه، بنأكد عليها تاني، ليس كل فوز ممتع، مش كل ما اخلي اللاعب يفوز معناها ان هو هيبقى مستمتع، لا. انا كان عندي لعبه كنت عاملها وكان فيها المفروض التشالنج ان الثعلب يعدي ياخد البيض اللي كانت، او البيض ده اللي هو الحروف اللي كانوا كسبوها الاطفال. فكانت الموضوع سهل، انا بتعامل مع سن اطفال مثلا 6 سنين ولا 7 سنين، فكانوا بولاد عادي بيعدي ويدوس على حجر كده ينزل عليه فيفوز.
فروحت غيرت الموضوع بقى صعوبه، يعني تقريبا خليت نسبه النجاح في حدود 60%، يعني 40% محاولات. انا عايز اقول لكم ان نسبه الانجيجمنت زادت بشكل كبير جدا، لدرجه ان بعض الاطفال بقوا يلعبوا لفترات طويله جدا 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 علشان خاطر بس يكسبوا الثعلب. يعني هم عايزين يعملوا، يعني بيخشوا في السايكل بتاع التعليم ويجمعوا النقاط اللي في الاخر. اللعبه عندي كانت جزئين، جزء ليه علاقه باكتساب المعلومه، ولما بيكتسب معلومه بياخد اسلحه بيحارب بيها علشان يحقق ميشن ثانيه. فلما كانت صعبه جدا كان الموضوع، مش عايز اقول لكم الصعوبه، بس المجرد اللي بقى فيه ان الفوز ما بقاش سهل، بقى ليه قيمه. فكره التحدي، فكره التشالنج، افكار كتير جدا اتطبقت، بس ان انا خليت الميشن اصعب شويه. لازم احط خيارات ليها معنى، انا امتى بحط بادج، امتى بحط كذا، امتى بحط كذا. النجاح يكمن في كيفيه وضعهم في اطار منطقي ضمن سؤال: هل لكل نمط من النمط الخاصه باللاعبين ليها جوائز تتماشى معاه غير النمط الاخر؟ اكيد طبعا. يعني مثلا الناس الكيلرز دول بيبقوا عايزين دايما هو يبقى نمره واحد، هي مشكلته كلها الليدر بورد بالنسبه له بتكون اهم من اي شيء اخر. الناس السوشيال بيبقى المهم عنده ان هو يقدر يعمل شير لل الريزلتس والكلام اللي بيوصل لها. فطبعا اكيد كل نوع من انواع اللاعبين ليه شويه انماط تبقى موجوده، لكن انا رافض فكره ان انا احط اتعامل مع فئه من الفئات واسيب الاخرى، لان انا لازم احط كل حاجه اللي بتراعي كل الناس، وبالتالي هنا لازم اتناول الموضوع بشكل كبير من صوره يعني شموليه اكبر. الريوردنج ستراكشر، الحقيقه كلمه ريوردنج ستراكشر دي يمكن اعتقد هتلاقوها قليله جدا في الكتب يعني، لكن اللي قايل لي عن الموضوع ده احد الناس اللي عندها شركه، في واحد في النرويج يعني وصديق، كنت انا وهو مشتركين في مشروع، وهو عنده الالعاب بتاعته كان اعداد الداونلودز بتاعتها والاكتف داونلودز كمان، مش الداونلودز بس، كانت مئات الالوف وملايين يعني. فانا سالته قلت له انا عايز اسالك سؤال واحد وتجاوبني عليه، لما اجي اعمل لعبه ايه اللي اعمله في اللعبه دي؟ يعني انا عايز اللي هو ايه النصيحه. قال لي ريوردنج ستراكشر، وقالها لي بنفس المفهوم كده وانا حاططها لكم بنفس زي ما هو قاله لي، ازاي اعمل بناء للتحفيز للمكافئات. قدرتك على بناء هذا النظام هو معناها نجاح للتطبيق اللي بتعمله او للموقف اللي بتعمله. كيف سيتم عمل نظام للمكافئات؟ نقطة مهمة جدا أخرى، النظام المكافئات اللي اتكلمت عليه rewarding structure مربوط بإيه؟ مربوط بالأهداف. علشان بس إيه ما نتوهش ونسيب ده، يعني ناخد ده ونسيب ده. يعني إذا كنا ليا الحق إن أزود أو أضيف معلومة على اللي قالها، أنا هقول إن rewarding structure جزء لا يتجزأ من أو يجب أن يكون waived مع الأهداف التعليمية. الدفاعية، طب الدفعيه اللي بيعمل الدفعيه اللي كنا بنتكلم عنها، هل هي الماده، هل هي الجوائز، هل هو التقدير، هل هو الخوف؟ ما فيش رد معين، لكن كل ده لازم يجب ان يوضع في الاعتبار. وفي ناس في حياتها بتبقى الماده هي كل حاجه، وفي ناس في حياتها التقدير هو كل شيء. عشان كده ممكن نلاقي مدرس موجود في مدرسه حكوميه وبيحب تعليمه، هو عنده دفعيه داخليه، كلمه احنا بنحب استاذ فلان هو احسن مدرس في المدرسه، الكلمه دي بالنسبه له هي اللي بتزيد من دفاعيته بشكل كبير جدا. ممكن هو صحيح ممكن يكون المال كويس بالنسبه له، لكن هو بس احترام الطلاب ليه وتقديرهم ليه وتقدير زملائه ليه بالنسبه له هو اللي يكون سبب الدفاعيه الاساسي يعني. علشان كده زي ما كانت زميلتنا رحاب بتتكلم على الانماط، لا لازم برضو ان احنا نبقى عارفين ان في انماط مختلفه من الدفاعيه ولازم نتعامل معاها كلها. الدفعيه في حاجتين مهمين جدا بيفسروهم: الاشتراط الكلاسيكي بتاع المثير والاستجابه، والاشتراط الاجرائي بتاع العواقب الفعل. هو بشكل كويس علشان بس الوقت ما يمرش، ان احنا كده خلاص اقتربنا على النهايه. والمحفزات نوعين، في محفزات خارجيه وفي الداخليه، في الانترنزك والاكسترنزك. والمحفزات الخارجيه دايما بتعتمد على البوينتس والبادجز والكلام ده كله، لكن وفق النظريه بتاعت الاشتراط الكلاسيكي والاشتراط الاجرائي ممكن لما يتوقفوا يحصل
موت للتحفيز اللي موجود. وممكن العكس يعني، ممكن اذا اتعمل بطريقه كويسه في الاخر نقدر نحصل على تحفيز ذاتي. وازاي نقدر نحصل على التحفيز الذاتي؟ دي بقى واحده مهمه جدا جدا، يعني خليني اقول لكم ان دي تكنيك صعب جدا شويه في موضوع الجيميفيكيشن، هو ازاي انا احول المحفزات الخارجيه. عشان تكون، خصوصا ان في كلام كبير جدا وخصوص خارجيه قد تقتل الدوافع الذاتيه. وفي احد الامثله الكثيره المشهوره ان في بنت كانت بتلعب بيانو وكانت بتحبه بشكل كبير جدا وعندها انجيجمنت، يعني كل يوم تلعب بيانو. وبعدين والدها قال لها خلاص نقدم في المسابقه، قدمت في عدد من المسابقات خسرتهم كلهم، ما بقتش تلعب بيانو تاني. فحتى فكره ان انا حبيت احفز خارجي لحد عنده دوافع ذاتيه قتلتها. فدي نقطه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها. طيب ايه الحاجات المحفزات اللي ممكن اعملها؟ طبعا ممكن المحفز الخارجي ممكن يكون اربع حاجات مشهورين جدا، حاجه اسمها الستيتس والاكسس والباور والستاف. معناها ان انا طالب عندي اقول له والله انت لو عملت كذا انا هدي لك ستيتس اعلى، يعني هدي لك وضع اعلى من زمايلك، او هدي لك امكانيه اكسس لبعض المصادر اللي غيرك مش عنده. ده بنشوفها في الالعاب، يعني مثلا ياخد اكسس لما يوصل لمستوى معين يقدر يغير مثلا الزي بتاع الكاركتر مثلا، او ادي له باور اقول له خلاص الطالب الاولاني هو اللي هيليد التيم او هو اللي هيبقى واقف على الفاصل، ده باور زياده. او ادي له ستاف، ادي له حاجات زياده. نظريه اسمها نظريه التحديد الذاتي او سيلف ديترمينيشن ثيوري، ودي بتتكلم على ثلاث حاجات مهمين جدا. بتتكلم عن حاجه اسمها الاوتونومي، بتتكلم عن حاجه اسمها الكومبتنس، وبتتكلم عن حاجه اسمها ريليتدنس. خليني اشرحها بطريقه بلدي كده بسيطه. لو افترضنا ان انا عندي معلم هو بيحب التدريس، وبعدين عنده مقدره او عنده المهارات اللي هي الكومبتنس، يعني في الاولين الاوتونومي هو اختار، هو حدد ذاتيا قال انا بحب اعمل كذا. وبعدين هو عنده الكومبتنس او عنده الكفايات لعمليه التدريس، وبقى ريليتد ناس، لان الناس كلها بتقول انت كويس، ده هيحصل عنده ما يسمى الدوافع الذاتيه، هتبقى قويه جدا عنده. طيب واحد تاني عمل العكس، ان انا عندي الاوتونومي، عندي القرار او عندي المقدره الذاتيه لاتخاذ بعض القرارات، لكن ما عنديش الامكانيه ان انا اقدر احققها، وبالتالي مش هيحصل ريليتدنس، هيحصل لها انطفاء عندي. وبالتالي في الالعاب لما نعكس الكلام ده في الالعاب، انا طبعا الاوتونومي بدي له امكانيه ان هو يختار الشخصيه وان هو يعمل كذا. في الكومبتنسز في الالعاب انا في عندي رحله للاعب بوصل بيها من البدايه للنهايه، في خلال المسار بتاعي ده كله بحاول ارفع الكومبتنس بتاعته واخليه قادر على تحقيق ما كان يرغب فيه. وفي النهايه خالص عن طريق السوشيال باور اقدر احقق له الريليتنس. ويعني ممكن نتكلم فيها بشكل يعني لاحقا ان شاء الله. طيب خلينا، طبعا دي معلومه مهمه جدا، خليني بس اقول لكم عليها برضو من احد الريسورس اللي موجوده. بيقولوا ان الجيم اليمنتس ممكن تزود الدفاعيه الداخليه في حاله ان هي بتحول البورينج تاسكس انترستنج. يعني انا لما اجي، وطبعا ده حقيقي، يعني انا لو خليت الطالب كل ما يقرا في كتاب خليت قراءه الكتاب شيء ممتع، بعد فتره خلاص هو لما يلاقي ان التاسك دي اللي كانت ممله بقت كويسه بيتحقق عنده حته الانترنسك موتيفيشن، ممكن تتحول الى عاده عنده. وطبعا في حاجه اسمها طرق اطار العاده والعاده، الكلام ده كله موجود عندنا في التربيه طبعا، ممكن نبقى نقرا فيه. طيب لما بنزود الانترنسك موتيفيشن، يعني لما بيكون الموضوع كله معتمد على الدوافع الخارجيه والتعزيز الخارجي، ده بيأثر سلبا على التعزيز الداخلي. دي كلها دي فايندنجز على فكره، كل الحاجات اللي بالانجلش اللي بتتعرض دي كلها دي فايندنجز موجوده. وبيقولوا ان ان الموتيفيشن مرتبط بشكل كبير جدا مع النظريه اللي لسه كنت بتكلم عنها اللي هي اسمها سيلف ديترمينيشن ثيوري. وفي ابحاث اخرى بتقول ان انا لما ادي المكافئات في صوره بادجات وعملات وفلوس وبوينت والكلام ده كله، وان انا اشجعه على ان هو يقارن نفسه اجتماعيا والكلام ده، ممكن ياثر على الموتيفيشن. معناها ان واحده من اخطر الحاجات اللي بتبقى موجوده عندنا في موضوع الموتيفيشن، ان لو طالب وقع مني
الريت بتاع الاخرين يبعدهم في الليدر بورد، فدايما لنفسه رقم 10. فبدل ما كانت الليدر بورد هي اداه ان هو بيشوف مين اللي قدامه عشان يكسب ويطلع قدامه، لما الفوارق دي بتزيد بيبدا هو يحصل له عمليه انطفاء بشكل كبير. طيب بالنسبه للمكافاه، اولا لازم نحدد ايه هو السلوك اللي يستحق التعزيز وايه بشكله. في برضو حاجه اسمها الكوجنيتيف ايفالويشن ثيوري، ممكن نقرا عنها، بتتكلم على انواع مختلفه. بتتكلم على ان في مكافآت محسوسه او ملموسه وغير ملموسه، وفي مكافآت متوقعه وغير متوقعه، وفي مشروط. المشروط ده بيكون مشروط بمهمه غير مشروط بمهمه خالص، يعني بس مجرد ان هو اول ما يخش روح مديله شويه فلوس كده ويخش على طول، واول ما يبدا ابدا اديله حاجات ثانيه، او ممكن اخليه لما ينتهي من الاكشن او ان هو يتعلم، او تكون مشروطه بكفاءه في اداء معين، يعني لازم يكون يؤدي بطريقه معينه. الحاجات دي كلها من يعني تندرج تحت انواع المكافئات اللي موجوده في القانون الاساسي. امتى نكافئ اللاعب؟ واحده من اهم الحاجات اللي لازم نركز فيها، اهمهم على الاطلاق. احنا عندنا حاجه اسمها الريوردنج الالي، كل شويه ياخد جايزه، كل شويه ياخد جايزه. بتنفع في حالات وحالات كتير لا. في فيكسد ريشيو، يعني كل حاجه محدده، كل مستوى نهايه كل دور، ودي كويسه. وفي حاجه اسمها الفيكسد انترفل، دي بتبقى كل فتره محدده بغض النظر هو انجز ولا ما انجز. وفي بقى العشوائي او المفاجئ او اللي بيتم في اوقات مختلفه، وده واحد من اهم الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها، وده بيسموها الرينفورسمنت سكادول. ودي لما اتعملت مثلا في تجربه على احد الفئران، يعني بدا يديله الاكل في كل مرحله معينه، لقاه بيبقى نشط قبل موعد الاكل بشكل فقط لا غير. لكن لما بدا يديله الجوائز او يديله الطعام في اوقات مختلفه بقى على طول اكتف، لانه مش عارف المكافاه هتجيله امتى، يعني هتجيله كمان دقيقه، كمان 10 دقائق، كمان ربع ساعه. فقدر عن طريق التحفيز ان هو يخليه اكتف بشكل كبير جدا عن طريق حاجه اسمها reinforcement schedule، ويا ريت تقراوا عنها لان هي مهمه جدا جدا جدا. الانجيجمنت، طب ايه اللي بيعمل انجيجمنت بقى؟ ايه اللي بيخلي الناس دايما تبقى قاعده عندي في اللعبه؟ يعني احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي انا بحفزه، طب ايه اللي بقى اللي يخليه يقعد فتره طويله جدا؟ هم بيسموا حاجه اسمها او الادمان ده بيتم بسبب حاجه اسمها الدوبامين، الدوبامين سيستم، دي كيميكالز بتتفرز السعاده يعني. ولما الانسان مثلا بيلاقي جايزه طلعت له، او بيلاقي حد عمل له لايك، او بيلاقي كذا او كذا او كذا، ده بيخلي الدوبامين يتفرز بشكل اكتر، وبعد فتره من الفترات ما بيقدرش خلاص، بيبقى هو جسمه اتعود على نسبه معينه من الدوبامين، وبالتالي يبقى نايم ويصحى بالليل يفتح الفيسبوك عشان يشوف فيه كام لايك وكام كومنت عليه والكلام ده كله، ده بسبب الدوبامين. هو فعلا نوع من انواع الادمان. ومنظمه الصحه العالميه من تقريبا من حوالي شهرين او ثلاثه اعلنوا ان الهواتف الذكيه تسبب ادمان، يعني اعتبروه نوع من انواع الادمان اللي موجود. ده بسبب فكره الدوبامين، بقدر اخليه يتفرز. طبعا انا ممكن اخليه يتفرز عندي، انا يعني حاليا نقدر نفرز الدوبامين بشكل كبير عن طريق المهام اللي بنصممها، ونخليه يحس بالسعاده في الموقف التعليمي عن طريق الريوردنج ستراكشر اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. طيب الانجيجمنت في منه انواع، في المختصر يعني في الانجيجمنت معناها ان يكون في حاجه اسمها الكوجنيتيف انجيجمنت، يعني يكون في الاندماج المعرفي او الحسي اللي هو الايموشنال، وفي عندي حاجه اسمها البيهيفيرال انجيجمنت، ده عن طريق الجستشرز والاكشنز، وفي عندي حاجه اسمها السوشيو كالتشرال انجيجمنت، ده من الحاجات اللي بقت موجوده دلوقتي، ودول اللي احنا بنركز عليهم في الالعاب بشكل كبير. انا طبعا هضطر اسكيب بسرعه، وعشان اتكلم على نقطه مهمه جدا. هما بيفسروا الانجيجمنت باربع بخمس حاجات. حاجه اسمها ريسنسي، يعني انا عايز اعرف اللعبه بتاعتي دي انجيج ولا مش انجيج، اشوف اخر مره اللعيبه بتوعي لعبوها امتى. والديوريشن، يعني لما بيجوا يلعبوها بقى بيقعدوا قد ايه يلعبوها، ده بيبين قد ايه اللعبه فيها انجيجمنت. وفي عندي حاجه اسمها الفريكونسي، بيلعبوها كل قد ايه، بيلعبوها كل يوم ولا كل يومين. طبعا الفرق ما بين الريسنسي والفريكونسي ان الريسنسي هي بنسبه كبيره اخر مره لعبها امتى، يعني ممكن هو يكون مثلا انا بحب العب بعض الالعاب الاكس بوكس بس بلعبها كل شهرين، بس بلعبها كتير يعني يعني في المجمل هم كتير، بس بلعب كل اسبوع كل ثلاث ايام. بعد كده في عندي جزء تاني من الانجيجمنت بيتحقق عن طريق حاجه اسمها الفيراليتي، او ان الناس بتتكلم على اللعبه ازاي.
يعني هل الناس في لايكس كتير، في داونلودز كتيره، وريتنج طبعا على حاجه زي الاب ستور. وانا لو عايز اشتغل على الجزء ده بشتغل على الريسنسي، طبعا هتكلم على الريسنسي والديوريشن والفريكوانسي. فانا بقول علشان انا اوصل الطالب، معلش هي دي اخر حاجه هنركز فيها، وبعد كده انا يعني ثواني. طيب خلاص هوقف حالي. في عندي دي بس مهمه، اخر تيك اوي تاخدوه من الموضوع. لو انا عايز اصمم اللعبه، انا بصمم اللعبه يعني ايه؟ اصمم لعبه تعليميه في الشغل بالجيميفيكيشن. يعني باخد الطالب من مرحله اسمها النوفيس، او مرحله ان هو يكون ما هوش فاهم، او وصل لمرحله الماستري. يعني لما اجي اقول لك انت حلك اللعبه دي، انت بتوصل اللاعب بتاعك او طالب من ايه؟ اقول لك بوصله من مرحله ان هو نوفيس، مش عارف حاجه، لحد لما اخليه ماستري. علشان اخليه اعمل انجيجمنت بعمل سيشنز، والسيشنز دي لازم اربطها بحاجه اسمها شورت تيرم جولز. يعني اقول له مثلا انت حاول تجمع 5 حروف، فبيقعد فيها 10 دقائق. لما اجمع 5 حروف اقول له انت كده وصلت ل 50% من الهدف اللي المفروض تعمله. طيب لو جمعت كمان 5 حروف بقى تانيين، انا هديك البادج الفلاني. فلما اجمعه اقول له انت خلاص فاضل لك دقيقتين وتبقى كذا. فبسحبه كده كل شويه لحد ما اعمل الكلام ده كله شورت تيرم جولز، لحد ما احقق بيها حاجه اسمها اللونج تيرم جولز، واوصل بيها لحاجه اسمها احقق بيها الايدوز. احنا في تصميم الالعاب بنعمل حاجات كتير. طبعا لازم يكون فاهم سيكولوجيه اللاعبين والانواع بتاعهم، واعتقد ان في كتير جدا منكم شاف الموضوع ده. طبعا هدف من اللعبه قلت عليه، اول ما اقول انا هعمل لعبه تعليميه اسال نفسك سؤال، ايه الهدف من اللعبه؟ وايه المشكله اللي انت بتحاول تحققها؟ وازاي نقدر نقيس النتائج بتاعتها؟ مهم جدا 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 اكون عارف الهدف من اللعبه. رحله اللعب، ودي اعتقد اخر حاجه انا هتكلم عنها، هي اللاعب اول ما بيخش اللعبه بتاعتي لازم يكون فيه سهوله، ما يكونش فيه وجود عقبات علشان يقدر يشتغل معايا. لازم اديله اكبر قدر ممكن من المساعده والارشاد والتوجيه. انا بحاول اعمله انجيجمنت، فمش معقوله اول ما يجي يخش مثلا زي لعبه ببجي، اول ما يجي اللاعب يخش اروح مديله رصاصه يروح طالع من اللعبه. هيشتغل معايا ازاي؟ هيكمل لعبه امتى؟ فدي مرحله اسمها مرحله الاستقبال. دي بنشوفها كتير جدا في الجيمز، حتى يعني لعبه كاندي كراش والكلام ده كله. اول ما بخش مهمة صغيرة ويقول لي اوسم ويشاور لي على الحاجات اللي اجيبها جنب بعضها فافوز. ولازم يكون في تغذية راجعة، ولازم اقلل له خيارات، ما خلوش بقى ما اديلوش الاوبشنز كتير علشان ما خلوش يتوه في البداية. بستقبله بس هو لسه نوفيس، هو لسه ما عندوش الخبرة. بعد كده طبعا بقلل فرص الخسارة او اخليها منعدمة بشكل كبير جدا. مرحلة بقى بتاع اللي هي سكافولدنج، بعمل ايه بقى؟ بساعد الطالب على اكتساب المهارات عن طريق ان انا بنقله من السهل للصعب. واخر مرحله مرحله الاتقان او الماستر اللي اتكلمنا عنها، وطبعا دي بتكون عن طريق رسم بقى المرحله بتاعت الصقلات دي، هي اللي بتوصلنا لمرحله الاتقان سواء في نوع المهمه او في شكلها. الاتزان، لازم يكون في اتزان ما بين السهوله والصعوبه. لو سهل هيبقى بورد محدش هيلعبه، لو صعب هيبقى فرستريشن، هيعمل فرستريشن ومحدش هيلعب. لازم يكون في اتزان في الخيارات، ما ادلوش لا خيارات كتير ولا قليله. لازم اديله حته الاوتونومي يقدر يختار حاجات بس مش كل شيء. قيم النقط ما تبقاش كتير قوي علشان اللعبه ما تفقدش قيمتها. لازم يكون في اتزان في الجوائز وانواعها، زي مثلا لعبه بنك الحظ. لو اللاعب اول ما يخش مع 10000 جنيه اللعبه هتبوظ، هيقدر يشتري كل حاجه، كل ما اقف في حته اشتريها. طيب انا خليني اقف لحد هنا. دي ولو اي حد عنده اي اسئله، ده موديل انا كنت عامله وكنت عارضه في مؤتمر في المانيا، بتكلم على فكره الديزاين نفسه ايه اللي المفروض اتابعه، وقلب الديزاين بيكون فيه ايه، لحد ما اوصل للطالب لحد مرحله الماستري. بس ده اعتقد ممكن نعمل له بقى حلقه لوحدها، يعني قصدي محاضره لوحدها ان شاء الله. فاي حد عنده اي اسئله يا ريت تفضلوا اسالوها، لان معلش انا اسف طولت عليكم بس يعني ايه صعب. احنا بنشكر الدكتور احمد جدا، وبنشكر حضرتك على وقتك الثمين، ومعلش احنا بنشكر على حضرتك كتير جدا. كل الاسئله لكل الاصدقاء الكرام اللي هم الحاضرين معانا في الورشه، يعني مسموح معلش ب5 دقائق بس للاسئله. لو في اسئله ممكن تتفضلوا بيها حاليا. اول سؤال من بص، هو العربي مع الانجليزي بيقلف، انا مش فاهم يعني. انا اقصد الماستري اوف لانجويج بوينت. لا بص، شوفي كلمه الماستري بالنسبه لي لو بتكلم على لعبه تعليميه بغض النظر عن السؤال اللي انا مش فاهمه قوي، الماستري بتاعي معناها ان الطالب بتاعي عنده مهارات قليله، انا عايز اوصله ان هو يكون محترف.
ان هو يكون مدخل لهذه المعلومات. فكره الماستري بتاعته دي بتكون ليها حاجتين في الالعاب، بيكون في حاجه اسمها الماستري ان هو ما بيعرفش يلعب اللعبه لحد ما بيكون بيلعبها بشكل كبير. الماستري بالنسبه لي انا دي عباره عن حاجه اسمها ليرنينج جيرني او رحله اللاعب، ان هو يقدر يوصل للمستوى الاخير. المستوى الاخير ده بالنسبه لي مرتبط بشكل كبير باهداف اعلى او الاهداف الاخيره. يعني مثلا خلينا نقول انا عامل لعبه، الغرض من اللعبه دي ان اللاعب يقدر يقرب جمله، فالمفروض ان المستوى الاخير ده بيكون الموضوع ان انا بديله passage وهو بيقدر يعرب الكلام، يعرب الجمل اللي موجوده فيها والكلمات بشكل طيب. في البدايه هو ما كانش بيعرف، هو كان نوفيس ما كانش عارف يعمل ايه. من البدايه الى النهايه هي دي رحله بتكلم عليها، وبالتالي الجزء الماستري الاثنين، انا اقصد بيها الاثنين، اقصد بيها الجزء النظري، النظري تمام. انا اقدر معلش هو الرسائل بس الرسائل بتخش على بعضها. طيب خلاص اوكي دلوقتي يا جماعه ان شاء الله هيبقى في صفحه فيسبوك خاصه بالاسئله الخاصه بتاعه الالعاب التعليميه، وان شاء الله هيكون في ورش جديده كتيره من خاصه التلعيب. ودكتور احمد يعني مشكورا وعدنا ان شاء الله يكون في حاجه جديده. انا هنشر معاكم دلوقتي في رابط خاص بالنسبه للايفالويشن فورم للورشه، برجاء ان كل المشاركين بعد اذن حضراتكم يا ريت تشاركونا بالتقييم الخاص بيها. واللي عاوز يشترك الورشه دي هتبقى مسجله على اليوتيوب على قناه ايميرج افريكا، وكمان معانا قناه التليجرام انا بعتها على الايميل الخاص بحضراتكم جميعا، بحيث ان هو تدخلوا معانا تشوفوا كل الايفنتات الجديده. وبوجه الشكر كل الشكر للدكتور احمد وكل الحضور الكرام وفريق ايميرج افريكا. طيب انا طبعا بشكركم جدا جدا جدا، بشكر الحضور، واتمنى ان يكون المحاضره كانت مفيده. الحقيقه انا كان المفروض اختم ليها بس يعني الوقت صعب جدا، بس انا هطلب من دكتور محمد مشكورا ان هو يتشارك الايميل بتاعي مع حضراتكم علشان الاسئله اللي ما لحقتش ارد عليها يعني تبعتوها لي، ويعني اعذروني عشان ساعات بيجي لي ايميلات كتير يعني، بس انا هرد عليها في خلال مثلا 48 ساعه ان شاء الله، هحاول ارد الاسئله كلها. وشكرا مره ثانيه ليكم، وشكرا لفريق ايمرج افريكا، وان شاء الله نتقابل قريبا بقى في موضوعات جديده ان شاء الله في هذا الامر، وشكرا جزيلا ليك. ان شاء الله يا دكتور احمد، هو في فكره هتحصل ان شاء الله النهارده باذن الله، هنعمل كرييتنج لفيسبوك بيج هيتحط على وهنشر اللينك بتاعها على الفيسبوك على صفحتي او على الجروب بتاع ايمرج افريكا، بحيث الناس كلها تبعت الاسئله وابعت لحضرتك اد عليها بحيث حضرتك تشوف الاسئله ونجاوب عليها ان شاء الله، بحيث ان هي تبقى الاجابات مش فرديه، تبقى اجابات عامه لكل الناس. جميل جدا جميل جدا، وشكرا جزيلا ليك. شكرا لحضراتكم، شكرا لكم جميعا، وان شاء الله يا رب في لقاءات جديده هتبقى قريب، وبالتوفيق باذن الله للجميع. شكرا لك احمد.